أسد غابات حرب ماك مرفعين جبال كل عقد البلد ليهن سخي وحلال بعرفوك بالثبات يوم تعكر الأدغال وعرفاك سيبية الدوش كالملانة علال. مشاهد تلفزيون السودان متابع برنامج طرب الغبش أينما كنت داخل وخارج السودان مرحب بك في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج طرب الغبش. نتمنى ونأمل أنها تنال رضاك وحلقة موعود بها وامتداد لحلقة سابقة نكمل فيها فكرتنا مع شاعرات طالما جملا وجدان الشعب السوداني وأسهم إسهام كبير جدا في الحركة الثقافية السودانية. سعيد باستضافتهم للمرة الثانية داخل طرب الغبش. إسلام النحاس مرحب بك. حبابك المسير، حباب المشاهدين كلهم، حبابك عشرة. وأيضا متواصلة معنا أستاذ إمام متوكل، حبابك حبابك صلاح، حباب المشاهد الكريم، وإن شاء الله تكون حلقة أسمح من الفاتت إن شاء الله يا رب. الأستاذ نضال حسن الحاج أو نضال بن حسن الحاج كما تحب، حبابك حبابك وهين قال لنا مرحب بيكم، وسعيدة جدا إني أطل للمرة الثانية عبر طرب الغبش، ومبسوطة أكثر إنه يكون إيمان وإسلام يعني معانا وفي ضيافة شاعر ود مسيح. حبابكم مرحب بيكم، وكالعادة كعادة طرب الغبش أنتم من المرة الفاتة جربتوا، بنستهل بحروفكم بعدين نشوف احنا لان نعرفوا منكم شنو ما وراء الحروف. نبدا اللي عنده كذا رغبه انه يبدا بالقوائم. ستارين عروض ركازه فوق الدار شمارين سواعد ليه ضعيفنا نصارى ان بق الدواس ما نخلي فوقه شراره وان دق النحاس رقصنا صرنا سقاره وسودانيه نحنا الدنيا الست حاسدانا ونحن بنات جرارق ما تكشفت سيقانا ان درت العوج ارض الله تشت ختانا وداب صحن ومعوي الختف الكرم ميزانا وسودانيه نحن عزه وضراع وغباشه ونحن اولاد تلوب ما بخوفوا الهشاشه ها نحن نقولنا ها ست الخلوق تتحاشى شافعنا الله صمفتهم سلاح دياشه وسودانيه نحن عمه وعصا وتبروق وسودانية نحنا عزة وجسارة وزوق ها نحنا الفي الكرم ساندين كرمنا مروق لا نشق المريق لا تضيق علينا بحوق وحامدين الكريم البنعم لجانا لا نزلينا يوم لا في ملهيب لجانا دارا بالكرم مفتوح دوام لجانا كالضوب اللي بيقول يوم بالعوج لجانا. وقالت انا بت الاصول له زينة ومكارم طيبة بتعز الرجال عزة وكرامة وهيبة أتحدى الخليق من الصغير لاب شيبة إن زماني يومه وقال علي سب عيبة من بلد الرسول يا أخواننا أصلا جينا سمونا الكنوز اسما مسمى علينا جوانا النظيف شايف الخلوق في عينينا قدام الصفوف الحارة عرضت لنا يوم قسموا الشرف أول بشر أدونا يوم قسموا الكذب قصبا عديل فطونا الدين والعلم والله هم رفعونا رفعونا السما ولليلة ما دلونا وطني أصالة وطني بسالة وطني مروة بيه بنبشر هز الضراع بقوة ساعة رقصة الدوش كم شخيرا دو شانه البنسي في فلام الرعب ما نسوى وطني محل تضيق الواسعة هو البلتمني بكتم سره زي ما في حشاه كتمني أكان الخوف ضرب قلبي وظلم شتمني وين غير الوطن عزي وكرامتي وأمني وطني زخيرة وطني السلطة والجاه والأهل والجيرة ساعة الدنيا يشوي حفل كتابة هجيرة بيبقى تضل لحظات الهنا الأخيرة وطني النوبة والنجارة والمردوم وطني السيرة والعرضة وغنى الحروم وطني الدوكة والدنقابة خيره يدوم وفوقه بغني لا من ينشف الحلقوم وطني قبايله لا بتنعد لا بتنقاس خلق زاين سماحة تعدد اللجناس وحاط اسم الله ما محسوبة من الناس كان لي حارة ترضي بحنسوني حناس ما بقيد رحيح نمك ورك الراس قلمي بركزة من جهة غناك تراس وطنا رحمه ما جابت بر الفراس عليه ذكرى وبقيف شعر الجسوم والراس. ما
تعرف انا عندي سؤال قبل خدت لك انشرك طرشكت عليه سيب الكلام ده. اسلام وايمان ممكن احنا في الحلقه السابقه وعدنا الناس انه وانا في مقدمه الحلقه قلت انتم طالما جملتوا بلدان الشعب السوداني واحده من النوافذ اللي انتم طليتوا عبرها برنامجين عندهم اسهام ودور في الساحه الشعريه وشكلوا نقله كبيره جدا في حركه الشعر وتعامل المحطات التلفزه عموما مع الشعراء والشعر. اسلام وايمان وريحه البن. يعني كلمونا عنها كتجربه انتم خضتوها اجنيتوا منها البدور في بالكم حول ريحه البن كتجربه شعريه في السودان. وانتم ناس من الناس اللي كان لكم الفضل في انه كثير من الشعراء ومن ضمنهم انا ذاته يكونوا من ضمن مجموعه ريحه البن. حدد بالاسم ولا اي واحد تبغى؟ ما تتعازم انا. انا من قبل خايفه من قاعده نضال في النص طبعا نضال انا حضرتها في المال عكره بيني وبين زي ما قلت لك انه ريحه البن عملت حراك كبير حراك شهري كبير والبرامج الجاد بعد ذاك كلها كانت عباره عن ريحه بن ثانيه وثالثه ورابعه وكذا. احنا يعني كشباب قدرنا نوصل للناس انه في شباب بيكتبوا شعر. احنا كنا بنستضيف ناس يا صلاح بدون ذكر اسماء. نعم. بدون ذكر اسماء واحتمال انت تكون حاضر يعني في الموسم الاول. هم بيكونوا شعراء كبار فلما الواحد هنا لما الواحد فينا يقرا ايوه اسماء هم لما الواحد فينا يقرا شعر بيقولوا يا حتو يعني انتوا صغار كده بتكتبوا الكلام ده من وين؟ وبعدين احنا ما بنعرفكم وكده يعني يعني في حلقات نحن اضطرينا نحذفها من شده ما لقينا اضطهاد من الشعراء الكبار. بعكس في شعراء ثانيين احنا لقينا يعني وقفه كبيره منهم يعني حساس. ايوه يعني بالذات استاذ محي الدين الفاتح واستاذ اسامه محمد علي. نعم. يعني ديل لهم التحيه يعني من الاثنين ظلوا داعمين حتى خارج اطار البرامج التلفزيونيه. أيوة. لكن حتى احنا في ناس من الشباب حاسين بانه نحن ما حننجح ولا يعني ما واثقين من قدرتنا على انه نحن نخلق نافذه شعريه شبابيه. ليه؟ لانه يعني احنا ما مديننا فرقه برا حيدونا لا في التلفزيون الحمد لله يعني الموضوع مشى ونجح وكذا. بعد ذاك زي ما قلت لك انه ريحه البن دخلت لكل الناس يعني ما الشباب بس يعني احنا جمهورنا بقى ما شباب بقى شباب وعجايز وشفع. لو متذكر يا اسلام لما كنا شغالين تخريج في الصاله في اللاماب ديك فقامت جات بنت البنت الصغيره اللي بتقرا في سابعه الجاد قالت لنا النص حق حتان احنا بنت قعدنا وهي بتقرا حتان ده احنا ما حافظين له يعني هي اختارت لنا حافظون فقامت قالت لنا يا اخي انها هي حبت الشعر عندنا كده عرفتها أيه. وهي عندها محاولات هي في سابعه ابتدائي. نعم. يعني سابعه ابتدائي عندها محاولات دي زمانك ليش نبدا مثلا زي ما قالت اسلام اخوانا بيضحكوا عليها يعني عرفتها أيه. احنا قعدنا وهي بتقرا لنا بطلاقه نصوص حتان يعني حتان زيك بيطو طبعا نصوص حتان طوله كده ايوه يعني انا انت مستغرب انه بعيدا عن المفردات حتان اللي ميزته لكن حتى الحفظ بيكون مرهق في الحاجه دي. اسلام شنو اللي ادته ريحه البن لاسلام؟ نحاس شنو اللي ادته وشنو اللي اديته؟ شنو اللي ادته لك وشنو اللي اديته لها؟ طيب الاثنين ما بطالات دار مشاكل اسلام لا والله انا ولا مشاكل اللي ادتني لي هو انا قبل ريحه البن يعني طلعت في كذا منابر في محطات تلفزيونيه في كده لكن اسلام النحاس يعني كاسم كده طلع يمكن اكثر حاجه الناس عرفوني بريحه البن للان انا شايله اسمه يعني دي حاجه ما لا يعني للان لما اي زول يشوفني في الشارع بيقول هي دي بتاعت ريحه البن كويس ادتني كثير ما بكذب برضه فادتني كثير ومحطه وقفت عندها يعني كده صفيت الحاجة السمحة فيها شديد وفيها حاجات برضو كحال أي تجمع وكحال أي جمعيات ثقافية
طقونا. لكن اي زول متابع هو مقدر الاسهام الكبير اللي انتم بتبيعوا. انا زي ما ذكرت في البدايه يمكن يكون عرضا مش على الناس، لكن حتى انا واحد من الناس كان انتم ليكم فضل كبير في انه انا اكون ضمن المجموعه بتاعت ريحه البن. وانا ما اتكلم عنها لانه ما دار يكون كلامي خصما علي يعني، لانه ده منبر عام لكل الناس. نضال، قهوتنا والثنائيه، والثنائيه طبعا عندنا في السودان حكايه براها فيها قصص ومؤلفات الثنائيه. اي طيب، اول حاجه تحيه كبيره لبشرى قبل ما تكمل كلامك. نعم. وشفتها قالت يا حليلو. يمكن الثنائيه كانت مع بين نضال حسن الحاج وبشرى ابراهيم اللي هو زول البطانه. ايمان دي قالت يا حليلو، دي حاجه طلعت بمنتهى العفويه. نعم. فيمكن هو شخصيه مرحه. نعم. زول ود بلد. برضه فيه حماقة أهلنا يعني، عرفنا. نعم. في نفس الوقت و يعني زول بيجبرك انك تحترمه. ده بالنسبة لبشرى كشخصية. الثنائية يمكن كان له دور كبير في اختياره. قهوتنا يمكن اختلافه من البرامج الثانية اللي بنقول فيها شعر، انه شعر بناقش قضايا اجتماعية بحتة يعني. ف ده اللي بيحب شعر والما بيحب شعر، اللي بيحب شعر بيحضره، والما بيحب شعر وبيخاف عليه بلده وبيعرف وداير يستفيد من حاجات عامه بيحضره، واللي بيحب رباعيات وما بيحب الحياه الثانيه دي كلها بيحضره. فدي الحاجه يمكن الشويه خلت قهوتنا عنده يعني الحمد لله قبول عند الناس. بالنسبه للثنائيه طبعا اكيد في كثير من الله يجيرك يعني. كثير من التساؤلات كانت قبل يعني من اول موسم في قهوتنا. عرسوا ليكم وطلقوكم وخطبوكم لبعض وماتوا في حادث وما بعرف شنو يعني. يعني شخصيه بقت عامه مرقت للناس بعد بتلحق الشائعات دي حاجه مسلم بها تماما. طبعا. فالحاجه الكويسه نحمد الله عليها كثير انه الشائعات اللي بتلاحقنا ما كانت حاجات بتاعت حقد يعني، عرفتها؟ يعني كلها عرسوا فلان، عرس فلان، فلان عرسوها، فلان وطلقوها، فلان كده. فما حاجه حقت نضال حسن الحاج، الشاعره نضال حسن الحاج، ما قبل قهوتنا وما بعد قهوتنا الفرق ده بشكل الاضافه شنو؟ طيب يمكن نضال حسن الحاج قبل قهوتنا كانت نضال صاحبه انا بكرهك وانا لابراهيمك لا رؤياك، قصائد يمكن لقت حظها بفضل الله يعني للولوج عبر بوابات الناس، لكن عبر الصوت اكثر. نحن خلينا نسلم بحاجه انه مثلا ليه احنا ضيوف في طرب الغبش؟ يمكن في ناس يخدمون الحظ كثير جدا يحضروا الحلقه، وفي ناس ما يخدمون الحظ وما يحضروا الحلقه، او حظنا نحن ما يخدمنا انهم يحضرونا وما عندهم علاقه بيوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي فبالتالي ما يشوفونا. لكن البرنامج الثابت يومي، اللي ما شاف الليله بكره بشوف، واللي ما سمع بين الليله بعد اسبوع بيسمع بيجي بيحضر. فدي ميزه التواجد اليومي بخليك فيه، انت في محل معين الناس بتلقاك كل يوم، بتتيح فرصة انتشار اكبر لحياتك، فرصة انتشار اكبر عبر الصورة. يعني انا زمان كنت عادي ممكن امشي اشرب شاي في شجرة في الشارع كده وما في زول يعني، يمكن بصوتي شوية اللي بيعرفوني. لكن بعد 2011 2012 بدأت الحاجة تنتشر عبر الصورة. فبالتالي بقى الزول بيادام كده، دي الشهرة الحقيقية يعني اللي بقى بواجب يتعامل معاه بطريقة معينة. ده كلام كويس. فقهوتنا كانت يعني لها نصيب الأسد في شهرة دي إضاءة، لكن نحن بنجي تاني لحاجات وكواليس. في موقف حصل لي أنا وإيمان، كنا في السوق. قولي وقري بعده طوال شعر. طوال. كنا في السوق وأنا بشتري وبتغلط لاعب تاجر. إمام الزيزة. نبدأ عاد ريحة البن يا زول دي مانا. بقى شنو يا سرا، خليت لي المحل بقى مباريني من محل لمحل، دي ما كانت ريحة البن بايعوها. دي أنا بحكي لك بها موقف برضه طريف بعد ما تقري لي شعر. خير. كانت فكرة إني أراودك أو أصطاد في الموية العكرة مجرد فكرة، وكان بيننا مجرد خوة، فجأة ريت في عيونك ضوى ودخل عضاي واستوطن جوا، وكان الشوق فارد جنحاته وشاف على الحب في قلبي حلاته،
بيجري وبهرب منه ماتوا يوم دقنه ويوم نهرنه عشان الطين يتمكن منه للتخوى السومة لهدماته. وكنت كفاية أنادي حبيبي يجي دس جوا قليبي يا شمس الله كفاك يا أخ غيبي شان ما ينوم الوجع الآتي بكرة حبيبي بغي الشماتي ونمرق نعلن صدق إحساسي. يا سلام يا باب قول أنا ولا إيمان انت جاك انا غير شعر انا الطيش اللي ما في الاولى قالت من هي اللي قالت؟ بكت الغيوم من وجعتها نزلت دميعات من مطر ملت الياباب من حضرتها ويا حسرتها اتكونت جواي بحر دخلت قصايدي وبلتها يا حسرتها الضحكة كانت حقتها والصرخة كانت حقتها يا حسرتها دخلت بتسقي بذور هواي زرعتها لا من كبر زرع الغرام اجمل زهور وهي حتتها وهسع بطلطم حسرتها ويا حسرتها دي الغيمة ما بت البحر والمطر بتنقط الغيمة بت البحر والمطر بتنقط لحد ما تكون بحر إذن البحر في الحزبة ليه بت المطر حبوبتها إذا نفسك الضاب البحر لو قال لي ما فارق معاي طلت ملامحك ودهشتها شكرا جزيلا يا بحر كل ما يشح في جوفي نور بدرك تماما حضور غشيت علي ما ياما يا مغشان الحمام لا من رمزناه للسلام قلنا له طير فوق للغمام هأسى من طار ما رجع لا شفنا يوم فوق السلام ايه يعني لو غشيتني يوم وفقدنا في الصدق احترام ما ياما غنيت للوطن قايلين بطعن في النظام وطنا معرب لا خجل وطنا حلال وصبح حرام ايه يعني لو غشيتني يوم ما ياهما غشيت الخليق نورت في ليلة الخريف وظهرت في السماوات دريق لو ليت لي طفل الريت سكت تاريك مسكته بالخنق لا قادر اصرخ من جفاك والعبرة خان قالوا الحلق متقايط احساسي بهواك وتمات بتدفع لي الفريق لم شوقك من جنبي فوت خايفاه من شوق احترق ارحل وعافيه لك شقاي كان بدري لابد نفترق لكن مخير في الرجوع ما دام مغيبك بالشرق منتظره يوم تشرق تعود وتبللي في الريد عرق شكرا جزيلا يا بحر مع انه كل معاجمي ضلمه وما بشوف لساي بهبش في الظلام وهجل حروف لساي كل ما يزيد هواي بملاني خوف لساي بهبش بملص في شقاي واعلقه لساي بملص في شقاي واعلقه املص في شقاي واعلقه مليانه شماحه الظروف لساي بصفق بيه قفايا علي حمرن الكفوف مديت لحافي على القمر عتمته سموه الخسوف نشفانة يا بحر اللغات عطشانة لين اضم القصيد وانا يا مراوي للسكات خليت قليب ينبعك صباك في كل العروق ملاني بيك مع اني لسه بشتهيك مناي صبك في جواي بكل قواي اسرع وجيك برايا بشبه روحي بس فاك الرهان حلمي عليك شكرا جزيلا يا بحر وريتني كيف بتوجع لي وجعت الشحاد ظهر كل زول بمر ما اديله ايد حارقاه شمس الوجع يوت حارقاه شمس الوجع يوت والفوق له حارقاله الدلق محتاج بكورك يا كريم يا الله يا حي يا كريم اديني من خلقك بدت محتاج بكورك يا كريم جيعانة بطن الأميات محتاجة للأبو والولد
والكل بمر ما بزول بشوف. ما بزول بشوف هم البلد مع انه مليان الجيوب للنيلة ما لاقينا سند مل فيها ماليهم جشع والباقي منا الهم شرد شكرا جزيلا يا بحر علمت صبري قيف جلد ما ينجلد لو شح النصيط وهن او قطع عن باقي الجلد ما الحال فقر ما في شي بسر وش الصباح دايما بسر زردية يا ناس الفطور زردية يا ناس الغداء والحال يعلم الله يعلم الله يعلم الله كر جيب مية يا صاحبي العزيز جيب مية خلينا ننمش جيب مية يا صاحبي العزيز جيب مية خلينا ننمش من الظلم ممدد من زمن أبي كمش وسخانة في جوفنا المنى وضبانا ما في زول قالوا هش عاصيات بناس صدق الكلام متبرجات دايرات هرش وانا انا لسه منشيط الحصل وريت وحار ما بنهبش شكرا جزيلا يا بحر كفتني يا بحر الزمن لا من سكر منك هواي وانا من غباي صدقت انك ود غناي صدقت انك من سموم الدنيا شمعتي وضراي حبلتنا شعري عليك وطن كل يوم بيكبر في جواي وشافوه الخلق كل الصحاب لاموني شايلاه في حشاي شايل ملامحي ولوني كان عرفوا الاهل والله ما بخلوني لكن دون هواك خلي اللي يجي يدفنوني ويا طفل الغرام اكبر جواي براحه شايلاك اتقيل لكن يمين مرتاحه يا حزن العقيل يا دنيتي وافراحه ادم للارض كان سبلة التفاحه شكرا جزيلا يا بحر شكرا جزيلا لك حبينا سمعت الكلام وكسينا هذه الفانية ضر والصبر من تال الفريق لملم هديمات ورحل شق المسامات يا وجع لامتين يكون حظك ذكر شكرا جزيلا يا قدر ارجع قبل ما الكل يفوت ارجع قبل ما الشوق يموت ارجع نتاور للحنين دقدق عصب هادي البيوت قبالنا جن وهجوعنا عشعش في البطن شكرا جزيلا يا قدر واجعني يا قدر الكذب وكتم بنستناك تهيل تمرك شوارعك تنكرب تارينا مستنين تجيب فيشان تسمعنا الخطب والخطبة من قولة إحم توصف رضا الشعب المحب نحن الأسود نحن النمور نحن اللي بنمرق للصعب نحن اللي بننصر للضعيف نحجاه من كل التعب رص الصفوف حيوا الصلاة من تاني حيوا على الفلا وتدرعوا الفاس للجهاد في شان تموتوا بلا شكرا جزيلا يا قدر كيف انه يا آمن الصبر وكتيني حاحين الفلس قالوا لنا زمنك كان رحيب كان الكرم راجل كلس بيضبح قبل ما الضيف يجي وهو نحن ضبحنا الفقر ما في شي بسر وهو نحن ضبحنا الفقر ما في شي بسر اترنح البين من غناي وترنح الضيم دون سكر شكرا جزيلا يا قدر واجعني شكرا جزيلا يا قدر شكرا جزيلا يا قدر معليش انا شكرا جزيلا ليك انت الاثنين والحكايه دي ما طلعت ريت بتقع فوق راسي انا ان شاء الله تطلع ريت لا لا ريت والله سردك شاي نضال نحن الحيرة الدول الجوار سياتنا فاتحات استعدلي يعني لضيوف الليل وجوه بياتنا بيضة مثل صباحات الحليب نياتنا والقاصدنا خالفين فوق حشا وكياتنا نوع البخة فالضيف من صقيعته ويجيبه عدمان اللي بكشكش في قفاه وجيبه العدم اللي بعقر الجوع بيفضح شيبه ما استسلم له والحر عوزته ما بتعيبه اللي فزعة المستنجدين متعقط خوز تدميها من كتر اللي بعقره تنقط
تقول مو ماله للمحتاج يشيله ويسقطه زي دم الحجام وبلقطوه وتلقط. يا سلام يا محمد رسول الله. سمح الدكر في الحارة يوم ما نخى، وسمح الليد لدفع المتورة فخى، الفي سيرة الناس بالغلط ما لخى، عنقرت البلاوي وفي ملفيخ بفجخة، عنقرت البلاوي وفي ملفيخ بفجخة. بس انت تدوني الفجخة ده وخلي انا قبيل عشان ما انسى من المشاهد وعدته انه قلت لك انا عندي واحد موقف طريف زي ده لكن ما له علاقة بريحة البن، فماشي اشتري غرض والحسابات على 200 180 يكون ما بطال يكون وفرت 20 جنيه، لكن 200 ده اقصى السقف يعني. فجيت الحاجة ده اشتريها ذاتها مقاسات واشكال كده، فقلت له لا يا اخي في حاجة انا شايفها يعني قبل كده شايفها، قلت له لا يا اخي ما دي يعني في شكل ثاني، ويقوم يجيب لي لا 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 ما ده، قام جاب لي الشكل اللي انا اصلا شفته وجاي على اساسه. قلت له ايوه بس ده، قال لي ده ب 550، قلت له لا ما هو يعني ما في ثانيتين بس تبدلت الاحوال، قال لي ده، قلت له بس ده ذاته، قال لي ده ب 550، قلت له ما هو فمرات السوق عنده حاجات، ومرات ذاتها يعني مازالت انت معروف لدى الناس عندها قيود عندها بتنفعك مرات وبتضرك مرات. صحيح. يعني الكلام اللي انا ظليت اقوله طوالي في البرنامج هنا وفي اي حته انه احنا الشعب السوداني قاعد يحترمنا شديد جدا. صحيح الحمد لله. وحتى يعني اخواننا في الشرطه المتواجدين في المراكز في المرور في غيره عندهم احترام للمبدعين ما عادي. صحيح. وناس السوق ده بالذات يعني بيحترموك لكن بيشيلوا حقهم دبل، ما عندنا اي مشكله. انا اعرف انه يعني ما تفوتني طبعا، انا الحمد لله ما يعني من 2011 يمكن ما بمشي السوق وشي كاشف. عليك الله. لكن سبحان الله مع كذي لا عليك الله يا مام بالله لا مع كذا سبحان الله يعني برضه بعرفوني بصوتي. فاذكر واحده من المرات مشينا يعني متيقنة تفزل بيعرفني، ما اول حاجه انا في السعوديه وفي باب شريف ومعاي امي، يعني بقى زول مش متابع يعني بقى حارس التلفزيون ليل ونهار وانا قاعده فيه وما بي منقبه. ايوه بياخد بالي. فاول دكان دخلنا فيه ويعني احيي صاحب واحد من ال هل ناس الدباسين، ف السلام عليكم. وعليكم السلام. هاي ام التوب دعيبك يا استاذه؟ اه قهوتنا. لا اله الا الله. ازاي قهوتنا؟ لا ليه يعني ليه استاذه شنو؟ قلت ما مشكله يمكن استاذه ساي يعني ما عارف زي يا مدام يعني يا اخت. فبرضه سكتت. اها قهوتنا ما في السنه دي. لا اله الا الله. فاكر صلاه امي؟ قلت لها يما والله لا انا غافه لا شايفتني غافله ولا نحن طيب انا ذكرت يمكن انه الذي حتكون ثنائيه دائما بنستثنى منها هذول بس عندنا ايمان واسلام، المره دي حنزل اسلام ونضال. الشعرة والمسؤوليات. الوم. ايوه دارتور المشاهد انا باير. ما كويس معاك وقت تعرف انه باير عشان يمكن الصوت ضربني ودي كويسه احسن من يشوف التوب وخلاص يقولوا تبع ديل. فانت انت انت بتكتب شعر وانت ما في ما في ما في مسؤوليات، انا ما ادري اقول ما في قيود لانه بالتاكيد الناس اللي ارتبطوا بك كلكم عندكم علاقه بالشعر وبكونوا متفهمين الوضع. صحيح. لكن انا داير ادلف طوالي لانه انت ذاتك مسؤوليات، حلت ملاح، عواسة اذا بدعوسا، اطفال اذا بدعوسا ليش يعني؟ انت بدعوسي الاخو تيتي برا الموضوع. فالكلام ده الشعر موقفه منه وين؟ يعني تضرر لحد كبير يعني مرات يجيك احساس بتاع انك قادر تكتب وتلقى المشغوليات الهموم كده؟ شوف يعني انا من ما بكذب انا وقفت فتره طويله يعني كمسؤوليات كده الحاجه دي وقفتني كثير. حاره عليك جدا انه انت تكون ماسك بيت، احتمال نضال تكوني احسن مني في حاجه معك بيساعدك يعني وبيشيل معاكي وكده. انا ما معي زول، الحاجه دي وقفتني كثير سواء في الشغل سواء في الكتابه
سجل قصيدة خلينا ندفع كلامنا. لازم اقوي للمشاهدين. زي انت يسجل احنا قاعدين في جروحك شو عرف؟ تمسك تفتح الصوتية عشان تقرا لنا قصيدة جديدة، احنا من كل يوم كله رايين اسلام تقرا بتفتح الصوتية تبدا تقرا القصيدة باحساس اداك بعدين تجي نني نني تجي بنت يا ماما يا عين الشكلة طبعا بتكون في الصوتية داخلة بس يعني لو تدخل الصوتية بدون اي استهزاز تعرف زي يعني ممكن يكون ممكن يكون يعني يحرم الناس من بعض القصايد صح ممكن ولا يعني القصيدة إحساسه ده بيظل لابد جوا الزول كده أمسك أنا متى ما أنا معي أي أكمل. ممكن أكمل آه. لا في حاجات بتكون راسخة جواك كده بتقدر تطلعها حتى ولو بعد بعد سنة بعد سنتين بعد سنة بتطلع بتطلع ما دام الحاجة فيه أساسا هي فيه بتطلع لكن في أحاسيس عابرة أو في زي شنو زي شكل المجادعات أنت في حاجات ما بتقدر تراجع لها تاني يعني مثلا المجادعات دي تعرف انها حاجه استرجاليه بتجي في وقتها يعني لو انت في حاجه في راسك جيت لقيت انه قدامك سبقك ليها ما بتقدر ترجع لها ثاني يمكن خصمت مني في كده خصمت مني في الشكل الشغل في كده في كده لكن كتابه كتابه احساس قاعد جواك بقدر ارجع لها نظام طيب اول حاجه خليني احترف احتراف للمشاهدين انه انا من وليد تخارج الله يديه العافيه الله يخلي لك يمكن ما حصل كتبت لي قصيده قبل الساعه 4 شيطاني ذاته تاخر 4 صباحا صح ما زالك البيت يعني اول حتى ما نوم شيطاني يقول لك هي قومي انا جيت انا يمكن على مر سنتين وشويه يعني قدر القصائد اللي كتبتها ابدا ما كتبتها قبل خالد ينوم ف يعني الحمد لله الشعر خدمني في الحته دي واحد اثنين المسؤوليه الامومه حاجه يعني جميلة جدا لكن عندها يعني عندها متطلباتها مثلا الليلة مثلا الأطفال معروف انهم مرضهم كثير فالليلة مثلا واحد من الأطفال عيان وأنا عندي ارتباط بتاع شغل في أي محل ما أعتقد انه حخلي ولدي عيان وأمشي فده بيجيب شوية عدم ثقة بين الزول اللي بيقدم المادة وبين الجمهور المتلقي يعني يمكن اعتذرت في اخر لحظه لزول المره الجايه ما حي يعني حيقول انه انت ما عندك صح دي حاجه بستسمح فيها الناس خلوني قبل ما افارق على مستوى الشعر هو وكان ممكن ما تكون خصم علي ما خصم الكتابات يعني عشان اكتب لا ما خصم علي الحمد لله حتى ال يمكن وسائل التواصل الاجتماعي عندها دور في انه حتى لو كنت ما فاضي عشان تمشي الحل يعني. عشان تسجل عشان تلاقي جمهور بتلاقيه عبر عبر المالتي ميديا ف ده كلام كويس جدا والله الناس الناس مرات بيخطوا زي ما هي كده قولي لكن انا دار امشي ليه انا دار امشي لايمان يمكن الاثنين تجارب وازواجهم يعني انا ازواجي متوحدين نمشي لايمان بيني صراحه لا نمشي لك في انه مثلا في ناس يقولوا لك مثلا الفنون محتاجه لمواصفات شخص يشاركك حياتك بمواصفات محدده. يعني يسمح لك انت تواصل في مسيرتك الفنيه صحيح. ويكون اضافه فيها ما خصما عليها لكن هسه امام مثلا بتتفق مع النازل ولا كده يعني اللي بيجيبوا له كل سنه اللي بيجيبوا له كل سنه لكن انا داير اقول لك حاجه اختيار يلا اقول لك حاجه الاختيار بتاع الشاعرات الاحاسيس الثابته ما بتخدمك اختيار الشاعرات لشريك حياه الموضوع ده صعب شديد انا تخيل لي انه اكثر ذولا يعني من الصحفيات من المذيعات من كده يعني اختيارهم ايوه اختيارهم لشريكهم ده بيبقى اصعب صحيح. يعني لازم تلقى ذول يتقبلك تماما ليه لانه في يعني في ناس مثلا نضال تكون حتى بتكتب في نص مثلا وراجل غير تعمل لكم بداية شاي لو قلت له انا بكتب في نص ما يعني ما حيتفهم ذا الحياه دي لو ما كان يعني ايوه صحيح صح يعني بشوف شنو الكلام الفارغ اللي بتقول انا داير كوبايه شاي عرفت يعني هو لازم يا سلام هو اللي مشي من كوبايه الشاي يجي هي لازم تكون اختارت الزول اللي عامل كده عرفت يعني يعني ممكن هو على البر يتوفر فيه الحد الادنى بعد ذاك بالتجارب بالتجارب الزول يقدر يتفهم الوضع يعني اذا 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 اي انثى عندها مقدره انها تضحي بحاجات شويه عشان خاطر سعاده بيتها ابقى الشاعره دي احساسها مضاعف
فبالتالي يبقى هي الاكثر قدره على اعطاء السعاده. الاكثر قدره والاكثر قدره على قراءه الشعر. طيب خليني انا بما انه جات سيره الولادات داير هدي حاجه لي خالد حبيب قلبي. بعدين مدي ايمان دي جنيه كويس جنينة جنينة. فبتقول حنين عين لعين ساعة الدواس بنهاب وهو الارباب جن الارباب جن الارباب ولا بنهان عرض خياته لا بنعاب سريع ساعة هم انه حر وما كذاب سليلة شكرة يا الليلة بتحاكوبة بالفل واقفة في باب الشقة ومنكوبة خيلك في الدواس عاصي ومقسر وكوبة ماد العند والناس مدته مسكوبة تميناك عليه ضل النهار الصم ووحطناك محل نبض القلب والدم سويناك دو الجرح البسيه الهم وقايطنا بك الشوف والسمع والشم أمك يا جن الحرب الكرم عيانة هي المرقت لسانة وشكرت خيانة أكامات الشعور في الدنيا هي الحيانة بتمت ساعة الناس تعدم الديانة وخالد يا تزول في الدنيا ما بيحترمه بتكي العاتي ليه ضيفه اللي بيجيه ويكرمه أبوه جنيته في الدنيا ونصيبته وجرمه سداد دينه حلال شبكة وين ما يرمو وخالد سموه ما بكوركولو يا خلود عشان هو الدكر الحر ولا صم الدود خالد ودمكوك شندي البخله نجود جن العطاي سليل البفزع المغرود ودودا عندي سيد حارة وسلالة مك وعندي العند للشبك العواصي مفك عند البقطع الرقبة وبشق الفك وعندي ساعة الحوبات عليه والرك وعندي الساعة الحوبات عليه والرك الله يحمل التمس وليه كبير الله يحفظ لك إن شاء الله ظريفة واحدة من الله يمكن القصيدة كتبت وخالد عمره شهر لا إله أول تعليق جاي لا يحمل التمس وليه كبير أنا بقرأ في أول رباعية دي واحد من أهلنا الله يديه العافية قال لي لا إله إلا الله سنتين عرفنا حنين سبحان الله مرت الايام وهو فعلا يعني هينبقى شاف الزول مره واحده المره الجايه يعني بيعرفه وبيلاقيه بالحضور وكذا فاول ما يعني مر الزمن ولاقى الزول ده مرتين المره الثالثه جت جا لاقاه بالحضور وقلت له شفت حنين ولا ما حنين فاحيانا الحاجات على يعني تنبؤات اي التنبؤات بعدين بيقولوا شاعر عندي لكن انا داير امشي معاكم كشاعرات يمكن القصيدتين بتاعت الريدة انا خلوني طوال اسميهم بتاعت الريدة شكرا جزيلا يا بحر شكرا جزيلا يا بدر وغيرها كثير من القصائد وحتى الرباعيات اللي سمعناها في الحلقة الماضية وسمعناها في الحلقة دي الناس اللي بينادوا بانه والله بيعتبروكم في فئة بيعتبروا انه والله ده ديل هم الناس التطلع المرأة من 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 صمتها العاطفي صحيح وقدروا أباحوا بما تشبهوا نفسهم عبر الشعر بكل وضوح وبكل صراحة وفي فئة ثانية بتفتكر إنه يا أخي الأولى إنه المرأة دراج عاطل لا لا مثلا حتى على مستوى الشعر إنه الشكر يعني شكرة الراجل مثلا يعني البوح بالمشاعر لأنه كثير من النساء سطر قصايد ما زالت موجوده بيناتنا يعني وخالده في مجال الحماس واللي هناك انتوا ماسكين الدربين ولا المدرسه الاولى افضل بالنسبه لكم ولا الحاضر شنو طيب انا امس قريت لي واحد ما قريت لي يعني واحده في الناس يعني زول كاتب لي ستيتس في الفيسبوك بيقول فيه انه المرأة اللي بتشكر الراجل واللي بتبوح بمشاعرها يعني بالمعنى الصريح انها ما احترمت ناسها ده رايه ما اي زول عنده راي صح ده بتنتقد زول في رايه يعني. لكن شوف يعني من زمن بعيد الزمن اللي انت بتتكلم عنه اللي فيه المرأة بتقول دراج عاطلة وكذا وكذا دي كان فيه الراجل ما بوح باسم المرأة وإلا يعني زي العهد الجاهلي ذاك بتاع انه يمنع زواجه ويمشوا أولاد عمه يدقوه وكذا فحتى يبقى دائرة يعني لقدام فيبقى أي زمن عنده متطلبات وعنده حاجاته مطيئة. الزمن الزمان كان انه الراجل ما بقول للمرأة يعني يا أم فلان ويا أبو فلان
يعني حتى لا من يموتوا. طيب بيقول لك ده ابو فلان، ما بتقول اسم الراجل في خشومه. يبقى دي زمان. الان الزمن بقى غير. انا مع، انا زولا روايه ريف يعني، لكن مع انه، رغم اني مع انه المراه عندها حدود وعندها حاجات مفروض انها تكون فيها، لكن برضو مع انه المراه ليه ما تقول تعبر حاجة عن حاجاتها، خاصه انه ده بيلاقي يعني بيلاقي قبول عند الناس، عند الجنسين الراجل ولا المراه. انا قريت حاجه لاستاذتنا روضه الحاجه ليها التحيه في واحده من اللقاءات، قالت اذا القصيده ما مست الراجل والمراه في نفس الوقت، يعني ما سمع راجل قال أي الله بتمثل شعوري، وسمعتها مره قالت يا ريتني لو كنت قلت كده، يبقى معناتها القصيده مبتوره، يعني انه هي مبتوره دي ما حقتها، مبتوره دي حقتي انا. يعني انه القصيده ما بيكتمل معناها، ما لم يحسها اي زول سمع الراجل الكبير كده. نعم. الشعر ما لم يحسها الاحترام، ما اعتقد انه انت مع كل ما يجيش في داخل الشاعر او الشاعره هو يترجمه لارض الواقع. يترجمه، لكن يطلعه ولا ما يطلعه دي بعده يعني مساله اختيار. نعم. يعني يمكن انا تجيش في اسي في حياة كثيرة انا حبيسة الدفتر عندي ما بقولها. صح. انت بتتحاسب عليك يعني؟ لا مش بتتحاسب عليك، اعتقد انها ما بتعني المتلقي في شيء، يعني مثلا احاسيس خاصة، لوم خاص، مثلا فرح خاص بحاجة، ما بيعني المتلقي في شيء، فبالتالي دي كتبته بالها شعرها بتكبت قصيدتها. كلام طيب كويس. لكن ما بيعني. احنا نشوف اسلام مرات في ناس بيابوا الشكر ده وإحقاق شجاعة الرجل السوداني وكرمه، بيقول لك الله الناس بيعتبروك السرتلي، لأن الكلمة دي طبعا فاقعة مرارتي. شايفتك السرتلي. لا ما عشان أنا كسرتلي ولا الناس سمعوا لك السرتلي، لكن مخزلة الكلمة ذاتها مخزلة، إنه أنت والله عجبك فعل زول داير تشكره. صحيح. ما تقدر تشكره لأنه بيعتبروك إنه داير تكسرتلي. مرة يا صلاح مع احترام المشاهد في العبارة إنها ما متداولة. مرة نزلت لي مربوع حق نضال عجبني جدا بتاع أمونة من قامت لتيبة، الشكرة كانت هيلة، ممشوقة القوام الطرحة فوق تقيلة، مبرومة الحشل مثل الشراية فتيلة، أمدي سنة الجيد الغزال والريلة. حفظا لي حقها، حقتك هاي. حفظا لي حق نضال، أنا كتبت اسمها تحب لأنه المربوع راجع لنضال ما حقي. كتبت نضال حسن الحاج. جت من الاستاتس اللي انا نزلت ده، تعالي كمية التعاليق وكمية النبذه جاني من اخر الزمان، البنات بيشكروا في البنات وكمان تتغزل فيها، شكرت انه انا بتغزل في نضال وانه انا بشكر فيها وبوصف فيها، مع انه الوصف هي نضال منزلاه في في في. طيب الشعر بتاع الحواش انت اوردت لنا منه نماذج. ايوه. يعني خاصة الناس يا إيمان، خاصة الناس اللي بتكتبوا عنهم، ولا ممكن أي موقف حكوا لك ساي عن زول اسمه الطيب والدلمين أنا ما بعرف فلان مثلا. أنا ما بعرف كده موقف يعني. الموقف بيصير فيك أحاسيس إنك تكتبه ولا لا؟ ولا إلا زول ده مثلا كده قريب منك وهزاك الموقف حتى تقوم تكتب؟ لا ما بالقرب، بالمناسبه بالاحساس يعني. صحيح. في احساس بالمسك وفي احساس ما بالمسك، لكن انا في احساس بالمسك يكون جواك يعني ويجي ثاني احساس يكون جواك ويمرق بعد ذاك في نص يكون عباره عن احساس ذاك واحساس ذا واحساس ذا واحساس ذا. في ناس فاكرين انه مثلا الشعر ده مهنه، انا يومي مثلا بتجيني رسائل بشكل انه تعال نحكي لك الموقف الفلاني ده اكتبي لي فيه. ايييك حدث ولا حرج. يلا انا حاجه ما حسيتها ما بعرف اكتبها. لكن يعني بيبقى العزاء في انه هو الشخص موقفه حاسي. صح. هو ما قدر ينقله بصوره مناسبه، لكن ما بالضروره يكون حاصل لي انا، لكن بس المهم انتوا تقولوا لي شيء بس بعد شويه. يعني داير اقول كلامي ده وبعدين شعر ملحوق. لا مو ملحوق. داير اقول انه في قهوتنا يعني لما جاني اول اتصال انه في برنامج فكرته كده بتكتبوا انتوا في قضايا اجتماعيه رباعيات. قلت ما دايره. فالمتصل علي اعتقد انه معاويه قمر الشريف له التحيه، قال لي كيف؟ فقلت له انا ما قاعد اعرف اصنع شعر، يعني مثلا تقول لي اكتب في الموضوع الفلاني واكتب ما بقدر، حتى لو كتبت بحس انه كتابتي مبتوره. ما في احساس، ما في يعني بس حاجه مرصرصه. فقال لي كده انت تعالي واقعدي وشوفي المواضيع دارين اناقشها، لو ما حسيتيها اعتذري من البرنامج. مشيت
لقيت المواضيع الكرم، الفخر، الشجاعة، القضايا الاجتماعية الحساسة اللي هي مثلا رعاية الأيتام، المسنات، مثلا دور الأم، يعني حاجات كلها تهم المجتمع. يمكن أكون أصلا عندي شعر فيها سلفا، فيبقى حسيتها ده نفسي كلام إيمان اللي قالته، اللي هو إنه الزول لو حس الحاجة، لو بتعنيه لو ما بتعنيه بيكتبها، ولو ما حس الحاجة يبقى بعد 100 سنة ما بيكتبها، أو بيكتبها حاجة مرصوصة رص. إسلام نسمع. بمناسبة الشكرة دي قلت لي أقول يا هدي اللي بتشبه ضحكتي، يا هدي أنا زول بتمرجح وجعتك تملاك حين حد الشرق، كيالة للخوف والظروف، شيالة للوجع المرق، ححايل الدمعة اللي بسخ قلبك أكان يوم اتحرق. يا هدي الوطن الكل ما ضاقت ظنونك غنى ليه نجواك رطن، يا هدي البريدة والقصيدة والتراويح والسكن، يا هدي البلاد الشايلة من رزق الله خير متحملة وجع العباد، يا هدي العماد أو دي اليقين السكة وجع غربتك خفف عليك وجع البعاد، يا هدي المرق شمعة تبين للطريق وقليب شان ضيق حرق، يا هدي الأنا يا هدي السند يا هدي المدد تكشح عليك بحر منيات تديك ولا بتعرف عدد، يا هدي الأنا حن الرباب والدندنة حاجات كثيرة بتشبهك ما حملي قلبي دوزينا. يا سلام يا سلام يا دي في كل صاحبة بالمناسبة. يا سلام يا عادي يمكن أسرقها من إسلام رسيلها نضال مخير الله، لا شالت مطرة الخير ولا من الوجع صبت، ولا كتل الظلام حسك ولا ريح الكلام هبت، محل ما تنورق الحمى محل ما تنورق الحمى ومحل حيل الصبر ينبت، محل تبدا القصيدة البوح تكون بت القصيدة أبد، شهور وجدت فاقد الروح تساسك بين ظنون الموت، وموجوع البحر ساكت بحنس لا لسان لا صوت، خباروك اترقت فرحك ما مدت في الغنى ومخطوط، ولا غنيتي لجاتك ولا عزيتي في الفاتك، خبارك يعني عاد لامتين تحنسي في السكا تنضم عشان يترجى كم استاذ بعد كتفنو الفاتك، خبارك لونك يتدفق عليه وجع النحيب تابوت، خبارك لا لسان لا صوت، مواويل تايهه لا ارتاحت خطاك، لا جفت الاحزان ولا ربت عليك كتفك جناك، لا جاك خبارك، خبارك صاحي اخر الليل ومالو الليل ده ما حجاك، ومالو أكان براح الكون مرق من فجته وفجاك، خبارك ضايقة في وشك مساحات الفضل فايقة، ومالك ضقتي مالك ضقتي ما قبالة كان الدنيا جت بتجيك وكت تشكي وتكون ضايقة، خبارك ساكتة لا بتنوحي لا بتبوحي لا بتوحي لا بتزحي، مالك ويعرفولك كيف وصمتك باقي ليك حجاب، وكل الناس تقول رايقة وقميص الروح وخيل الهم ده هسي لحد وين سايقة، خلاص خلاص يتمدد الآذان، خلاص شبع القلب أحزان أمرقي عشان ولاد الغنوة ماتوا وشبع وجع وذل، أمرقي عشان تجي القمر وعشان يغش النهارات ضل، أمرقي عسى القصيدة تجي وعسى الجوع الهرد كبدة سنيني العجفة يلقى تكل، أمرقي ومدي يد الحن وقول لي هجف المالك مفاتيح قولنا هاكا أكل، ولا كلت ولا ملت ولا مرقت ولا قالت ولا بين البيوت فلت ولا بين ناسا اتعالت، ولا رغم النويح طلت ولا خدت ولا شالت، ولا فرحة هواك طلت ولا دمعة شقاك سالت، ولا زالت حزن من شر ضد النيل تسابق في نهار الناس عشان تستر فجايع الليل، وجع هدت جبال ونجع رجاك فتران وفاقد الحيل، مكلفت الدين تمروة خابر كم وجايعك سيل، ما تندس في حزنك ما تندس في حزنك، ولا ترجي ولا ترجي ولا ترجي المطر ينزل قبل تدي الشمس إذنك، ولا قدرك غناك المر ولا بتحمل الألم التقيل وزنك، ولا بتضي الكذب أذنك، فيا حورية المطر يا حورية المطر هديك الدنيا كعسالك
أمانة وجعتا وخطرا بطون الأمة ببطرة عليك الله عليك الله القلوب الناس على الدين القويم فطرة أمرجي وبشري الأمات زغاريد الوجع مرقا وكت شافع سعادتك مات حريم شدر الحراز رجن الخريف بضحكة من لمات وراجنك راجنك قبل ما تموتي كانوا الناس بيموتوا محنة في حنك هديك نسوة مدينة الروح ديك نسوة مدينة الروح مع امرأة العزيز جنك بعزنك على انك مرقت من السعادة ضحى ومرق وجع الوطن منك ولدتي بعد فجيعة وخوف ولدتي بعد فجيعة وخوف ظروفك ماها اي ظروف وقف حال الزمن جريتي بيك جيب الفراغ مصروف نهز قدرك قفاك ورضيتي يعني عشان اساك معروف قنعتي من السمع وجدت من نبض الحنين والجوف همالك ومال بنات الدمع والألم اللي بمرضى الجوف ومالك ومال خلايق راقدة في جلباب عشان مكفوف ومالك ومال حنينك انتي ما قبال شحدنا القمرة تطلعي منها وما بنتي ما لو كنا نحن ضحكنا مليون مرة ما كان كنتي لو عمر الحزن أفراحنا ما كان في عيوننا سكنتي يا حورية المطر الهلاكك عند جاويدك خبارك راكزة للرمضوها ضد الكل في إيدك خبارك لا وجع هزاك ولا حز الزمن جيدك ولا شفعولك الرادوك وكل الدنيا بتريدك هيا حورية المطر هديك الدنيا كايسالك أمانة ولو عطى وخطروا بطون الأمة ببطرة وعليك الله عليك الله العيون الناس عليك الله القلوب الناس على الدين القويم فطرة أمرجي وبشر الأمات يا حورية المطرة يا سلام إيمان البكاية وحاط الله أنا كنت على شفاء حفرة من البكاء بس بيباقي بكاك ده أقول لنا عشان نحافظ لنا زمان هي ما تكشر أن تخن وانا حارسه ليلي مناي تصب وتهب اذا نارك طفت او اكتفيت خطيت لا شب الصوت ده من اخر الشوارع الحافره ظنها الف جب وانا ماشيه بالصدق العلي اسمعني واقعه وراك رب الصحاب اللي علموك الطعنه نزف وراك شب اتخاتفوك سوء وانقسام ضبحوك وعاينوا بالكروب يا الله ميت ولا حي يا الله دم نظيف يصب يا الله خاوي القدرة انكشف الغطى البراني لسح فيني لب استرني من طقيح كلام الحارة والقول عسكروب في الظن فيه قدر يخيب ما بخيب ويملق قلبي حب يا سلام شمتتني طول السكة في الخطوة التمش تحفر وراك قلبك يصر دمعك يشر تبلحها مر تبكيك براك ايدك تفك ايد المعاك الماشى في السكة التمش والتنكمش ما بنخمش من روحي بش في جروحي مرواد عيني ما بطعني شوف وانا من صغيرة بخاف لي خوف من ضلي من حالي علي يا صاحبي كر ما تجر عليك الماضي فتفات الكلام الفاضي وابلع صدقي مر يا بلدي شي لازم السكات واليوم بدون ما نحس بمر وعديت ولاد الرملة ما أبهل الولادة ألبس ستر الجوع إذام الفقر جاد ألبس سد الظلم إذام الظلم ساد ديل ولاد عازة تلهلب بالغنى التلبح إذا سكت الصبر دارد شهيد يا بلدي ايد احسب بها اولاد الحلال احبس بها الدم في الوريد انزف قدر انزف وجع يفتح علي بالغفله طابور دم جديد شكرا يا مان انا للاسف ما فضل لي زمن ودخلنا في زمن الناس كمان لكن الحلقتين برضو ما كفى لكن احنا ما عندنا الا نديكم فرصه ثانيه فتره بعد فتره تنوروا طرب الغوب شكرا جزيلا يا اسلام النحاس ما يا غدر كتر خيرك وبارك الله فيك على تلبيه الدعوه وعلى القصائد اللي اديتينا اليها وعلى جرأتك وعلى وضوحك في كثير من المحاور اللي احنا تناولناها شكرا جزيلا نضال بنت حسن عبد الحاج انا سعيده جدا اني لقيت المشاهدين بعد غيبه طويله وسعيده بايمان واسلام وبس
لكم كل الحب والتقدير وضحتكم الله. كتر خيرك إيمان، كتر خيرك وبارك الله فيك، وما قصرتي مع طرب الغوش. وأنا في الختام ما فضل لي غير أقول لكم حقيت الشكر يا الخال، وفي وصفا كثير بالغافية ما بينقال، كم قريت وكم خرجت لينا ابطال، وكم وريت عدو البلد العنانة قتال. دي حلقتنا الليلة من طرب الغوش، لحد ما نتلاقي في حلقة جاية. ودعناكم الله ورسوله.